قوانين يوليو الاشتراكيه، او نبتدي الاول بالاصلاح الزراعي اللي ابتدى بعد 48 يوم من قيام ثوره 23 يوليو سنه 52. هي قامت حضرتك 23 يوليو 52 يوم الاربع، في 1 سبتمبر 52 قالوا الاصلاح الزراعي، فاعمل خمس فدادين وزع على الناس. كلام هدف عظيم جدا، بس للاسف جالنا موروثات شعبيه. اثر علينا ازاي؟ الفلاح طبعا، الراجل الغلبان البسيط اللي كان بيطلع بيتاخد بالفوطه بتاعته فيها العيش ويطلع يشتغل عند الراجل الباشا الجبار اللي هو كذا ده. اول حاجه عملها بعد ما قعد والعمليه ريحت في تاني موسم كده، قام منجد ومتجوز، فخلفنا خمسه هنا وخمسه هنا، بقى 10. الراجل ربنا يديله طول العمر، توفى، ما هو ممكن يعيش لحد دلوقتي مش كده؟ بقى كل واحد رطين ثلاثه. حته بنك التنميه والائتمان الزراعي عشان نقفله. تمام. طب البنك عنده مشكله؟ اه طبعا عنده مشكله. فلوس البنك راحت، او فلوس البنك راحت لان ما عرفش الناس يدروها الاداره المصرفيه المختلفه. خلينا نتكلم كلام منطقي. انا عاوز ادعم البنك النهارده ونوقفه ونشوف البنك يرجع للوظيفه التي تم انشاؤه من اجله، اللي هو ان انا ادعم الفلاح، ادي للفلاح مستلزمات الانتاج، المعدات الزراعيه الجديده، واحدث الانتاج اللي موجود، اشتري منه المحاصيل، ادعمه باسعار فايده مخفضه. بره السعر بيجي 20 15 20%، لو والله السعر ده ما يزيدش عن 5% للحاجات اللي موجوده. انمي الثروه الحيوانيه كلها. نعمل ايه؟ البنك اولا في مجموعه من القرارات كانت ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي وكذا، كانوا يجوا في سبتمبر في عيد الفلاح يقوم واقف كده ويعني يمتط الحصان، احنا نزلنا المديونيه. يا عم الله يكرمك، الله يكرمك، ده كلام في الهواء، ده كلام ناس بتخاطب ناس في الهواء. السؤال علشان ينزل ده بتاع البنك لا يجرؤ، ده موظف في الاخر، هيجي يقول له نزلوا الدنيا يا باشا قرار من عند حضرتك، يبقى وزاره الماليه لازم تدفع المبلغ اللي موجود ده. صحيح. بالمناسبه قيمه القرارات اللي قال والله هخفض اول 10,000 جنيه ده معك مش عارف ايه، ايه اولا انت ما سويتش بين الناس وما سويتش بين الحالات اللي موجود. طب لو انا جيت فلاح وخدت المبلغ وضغطت على نفسي وقعدت وما باكلش وسددت دولة غصب عني وبعت سخت المدام وجبت الحلل برضه مش قرار طبعا، ومهر بنتي وحطيته والحواديت الطويله دي مش كده؟ طب الراجل اللي ما سددش يبقى انت جيت كافئت الخطيئة ضد المصر. طب نعمل ايه نحل المشكل ده عشان نبقى نجيبه؟ مصر فيها ما لا يقل عن 6 مليون فلاح بيتعاملوا مع البنك مش كده؟ ده حقيقة. نقول 5 مليون فلاح، نجيب من كل فلاح نعمل سهم دي ب 1000 جنيه ونزود راس مال البنك، ادي 5 مليار جنيه يخشوا على راس مال البنك الصبحي، يعيد الهيكله الماليه للبنك، ونجيب للبنك ناس اداره محترفه. تاني وفض الكلام الفارغ اللي كان موجود، القضايا اللي موجوده دي مفيش حاجه اسمها يجي فلاح يجي امضيه هو وعياله والجاموسه والكذا وصلاه امانه و... انا بستورد 90% من احتياجاتي من الفول، 90% من احتياجات، 85% سوري من الفول، 85% من العدس، 85% من الذره، 93% من الزيت. طب ليه الفلاح يزرعه ليه لما بيتاخد منه ب2 جنيه؟ الفدان بيطلع طن يعني بيعه ب2000 جنيه. طب لو زرعته لب سيادتك ابيعه ب7000 جنيه، ازرع لب وازقز ولا ازرع فول واخسر؟ لا لب وازقز طبعا، مش كده برضو؟ طبعا وانا استورد وعاوز عمله شام رامز عمله توت الحواديت دي. تعالى يا عم انا وزاره التموين اهو وزير تموين، انا بقول لك بقى واجباته يعمل ايه الصبحيه؟ الو للفلاحين كلهم هاخد كيلو الفول ب6 جنيه يبقى الطن ب6000 جنيه. الصبحيه كل فلاح يزرع فول عنده صح؟ صح اخده عندي ب6 جنيه اغلفه وابيعه والكيلو تمام اخد جنيه فيه 7 جنيه. يبقى انا رخصت السعر في السوق صح وما استوردتش من بره وضغطت على العمله صح واديت الفلاح يهيص بدل ما ب2 جنيه بقى يبيع ب6، الراجل بيهيص برضه وهيشتري وينزل يشتري جلاليب ويتجوز على مراته وشغلانه جميله وزي الفل ويجيب لنا عيال تاني، يعني الدنيا تبقى رايقه كلنا مش كده برضه؟ اعمل نفس الكلام في الفول، اعمله في العدس، اعمله في الذره، اعمله في الزيت اللي اتعرض عليك انك تكون وزير؟ انا ليا مطلبين وقلت عليهم قبل كده. واحد يبقى ان انا ضامن ان انا ورقه في جيب ان انا قاعد سنه في الحكومه عشان انا لازم نقول عليه. اتنين الختم يبقى في ايدك، قرار من دماغك، وحضرتك حاسبني باليوم بالساعه بالاجره بالاسبوع بالبيعه زي ما انت عاوز. اللي يكسر اشاره المرور يدفع 10 جنيه، انا اكسر اشاره المرور اديني اعدام. ما قبل ذلك وما بعد ذلك لا. لا طبعا.
عشان تكون صاحب قرار. الحاجات اللي حضرتك طرحتها النهارده دي حضرتك اتكلمت مع حازم البجلاوي بعتها له يوم 2/16/2013 ابراهيم محمد بعتنا له جزء جزء منه وليس كلها جزء علشان التطورات اللي حصلت ايه اللي يقدر يحدثه خلال الفتره القادمه. تمام نيجي بقى لبقيه النقطه. انا عمال اسال كده بالتدريج في حد كان بيسال عن مطروح. تمام بص يا باشا مصر بتقول لك حضرتك الدوله الثالثه في الثروه المحجريه من ضمن الثروه اللي عندنا. تمام الملح في مصر عندنا احنا عندنا ما يوازي حوالي كده نقول 3 تريليون قدم ملح موجودين. ده غير بتاع لوحات. ومصر بتستورد ملح من بره. ليه؟ لان الابيار بتاعه الملح للاسف الشديد هناك نزاع منذ 12 سنه بين 3 وزارات، وزاره الصناعه، وزاره البترول، وزاره الزراعه على الملكيه الاراضي. فابيار الملح زي ما هي وبنطلع نستورد من بره ملح الطعام، ملح دباغه الجلود، الملح اللي بيجي في الاسمده للارض هو ده كله بنستورده من بره. يعني ايه نزاعات؟ يعني ايه نزاعات بس ما بين ثلاث حكومات؟ هي الثلاث وزارات بثلاث دول يعني؟ يا في ده من الغباء الاداري. مين يخش يفصل في هذه النزاعات؟ رئيس الوزاره اقعد يا دكتور هو ده على جنب البتاع دي تبقى في كذا خمسه في اليوم. احنا هنا الثلاثة انا وحضرتك والباشا من ثوراتي متخانقين، يجي رئيس القناة في ايه؟ يشخط فينا كل واحد يرجع مكانه. بس بمنتهى البساطة بقول لك عندنا يا بيه تقدر تطلع سنويا 2 مليار دولار اصدر بيهم قمح بره. اقدر استغني عن الملح اللي بيجي للارض اللي انا برويه بيها، اقدر استغنى عن ملح دباغة الجلود اللي موجود، اقدر استغنى عن ملح الطعام اللي موجود. ثلاث وزارات متخانقين، ثلاثة موظفين متخانقين. ده فاكر انت فيلم شادية مرات مدير عام؟ قال لها الراجل ده مش عارف كان هنا راح الضمان اصل بتاع، قالت له يعني الراي الست دي بقى لها 6 أشهر ما قبضتش، راح الضمان جه من الضمان راح هنا، يعني الراجل ده ليه معاش ولا مالوش ليه؟ بس مين يطلع له المعاش ده؟